بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة متوسط، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء. أيضا ما زلنا مع دروس الظواهر الضوئية بعدما شفنا الدرس الأول على طيف الضوء الأبيض. في هذا الفيديو راح ندير لكم تمرين تطبيقي، تمرين من الكتاب المدرسي رقم 3 صفحة 108. إذا وش يقول التمرين؟ إذا يقول أجب بصحيح أو خطأ مع التصحيح. ألف، عند تحليل الضوء الأبيض بواسطة منشور الضوء الأحمر أكثر انحرافا. إذا ب، يتركب طيف الضوء الأبيض من الأضواء السبعة الأحادية اللون. جيم، يتركب طيف الضوء الأبيض من عدد لا منتهي من الألوان. دال، يمكن تحليل الضوء الأبيض بواسطة عدسة. ها، ألوان الطيف الضوء الأبيض من الأكثر انحرافا إلى الأقل انحرافا هي على الترتيب: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، ثم البنفسجي. إذا واو، يمكن تركيب الضوء الأبيض بواسطة قرص نيوتن. طبعا هذه الأسئلة كلها، يعني 1 2 3 4 5، كل الإجابات موجودة في الدرس الأول ما عدا هذا السؤال اللي هو إن شاء الله يكون في الفيديو القادم إن شاء الله، وعلى تركيب الضوء الأبيض. شوفوا معي، إذا نبدأ بألف. يقول عند تحليل الضوء الأبيض بواسطة منشور الضوء الأحمر أكثر انحرافا. طبعا نقول أنه خطأ، إذا نكتب هنا أمامه خطأ. لماذا؟ شفنا في الدرس أن الضوء الأحمر هو أقل انحرافا، إذا نكتب الصواب، نكتب الضوء الأحمر هو أقل انحرافا. ثم نجي لبا، نكتب أيضا الصواب ونشوف. با يقول يتركب طيف الضوء الأبيض من الأضواء السبعة الأحادية اللون. كأننا يعني نسمع أنه يتركب فقط من الأضواء السبعة الأحادية اللون، نقول أيضا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن طيف الضوء الأبيض له يتركب من عدد غير منتهي من الألوان، نميز منها الألوان السبعة. إذا هنا أيضا خطأ ونكتب الصواب. الصواب هو كالتالي، نقول يتركب طيف الضوء الأبيض. شتوا معايا كل هذه الأجوبة موجودة في الدرس، من عدد غير منتهي لا نهاية من الألوان. قلنا البسيطة، شفنا في الدرس نميز منها طبعا الأضواء السبعة الأحادية اللون، طبعا اللي هي الأحمر، البرتقالي، الأصفر، والأخضر، والنيلي، والبنفسجي، يعني كل الألوان تاع قوس قزح. الآن با، نجي لبا، عفوا جيم، شوفوا معايا جيم، نقرأ أولا السؤال وش يقول. يقول يتركب طيف الضوء الأبيض من عدد لا منتهي من الألوان. هنا جيم صحيح، إذا نقول هنا مباشرة نقول صحيح، وما كانش تعليل هنا، ممكن نكتب هنا صحيح وما كانش التعليل، لأن يقول مع تصحيح الخطأ. دال، وش يقول دال؟ يمكن تحليل الضوء الأبيض بواسطة عدسة. احنا وش شفنا في الدرس؟ أن يمكن تحليل الضوء بواسطة جيد منشور زجاجي. إذا أقول هنا أيضا خطأ. الصواب، وش نكتب في الصواب؟ إذا دال، نكتب الصواب. إذا وش نقول؟ نقول يمكن تحليل الضوء الأبيض بواسطة منشور زجاجي. الآن جيم دال، شوف دال،
إذا نكتب أيضا الصواب، لأن راح نشوف كيف يكون الدال. الدال راح يكون يمكن، يقول يمكن تحليل، عفوا هذا الدال. ها، ألوان طيف الضوء الأبيض من الأكثر انحرافا إلى الأقل انحرافا على الترتيب هو الأحمر، يعني يقصد هنا الأكثر انحرافا هو الأحمر، لا، الأقل انحرافا هو الأحمر، والأكثر انحرافا هو البنفسجي. إذا دار الترتيب العكسي، إذا راح يكون الترتيب من الأكثر انحرافا إلى الأقل انحرافا، راح يكون السهم من إلى هذا الاتجاه، يعني نبدأ بالبنفسجي، النيلي، الأزرق، الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر. إذا نكتب، إذا هنا فقط راح يكون دال ها، هنا ها. إذا وش نكتب؟ نكتب الصواب، نكتب ألوان طيف الضوء الأبيض، هذا هو التصويب، من الأكثر انحرافا، من الأكثر انحرافا إلى الأقل انحرافا انحرافا. هي نبدأها البنفسجي، البنفسجي هو الأكثر انحرافا، ثم يليه النيلي، ثم يليه الأزرق، ثم يليه الأخضر، ثم الأصفر، ثم بعد ذلك البرتقالي، وأخيرا الأقل انحرافا، ثم الأحمر. هذا هو الترتيب من الأكثر انحرافا إلى الأقل انحرافا. آخر سؤال اللي هو دال، شوفوا معايا دال وش يقول. يمكن تركيب الضوء الأبيض بواسطة قرص نيوتن، هذا ما راح تشوفوه في الدرس القادم إن شاء الله على تركيب الضوء. نقول هنا صحيح، لأننا يمكن تركيب الضوء الأبيض بواسطة قرص نيوتن. بهذا أكون عند نهاية هذا التمرين التطبيقي للدرس طيف الضوء الأبيض. بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم، صح رمضانكم وصح فطوركم، وإلى الملتقى إن شاء الله.